السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. خلينا نعرف في البداية إن السحور بدأ بيه الأذان، وبعد كده بدأ بيه المطبلات الطبلة بقى أو الأغاني أو اصحى يا نايم وحد الدايم والكلام ده. هو بدأ أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيه الأذان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلال بن رباح هو وعبد الله بن مكتوم إن هما يقوموا بالمهمة دي لإيقاظ الناس، فكان سيدنا بلال بن رباح بيأذن للسحور، وبعد كده عبد الله بن مكتوم يمتنع عن الاذان، فالناس تعرف ان وقت امساك بدا وان هم يمتنعوا بقى عن الاكل والشرب. وكان في الدوله العباسيه الوالي عتبه بن اسحاق، يقال ان هو اول من قام بالتسحير عام 238 هجريه. عمل كده لانه لاحظ ان الناس ما كانوش بينتبهوا لوقت السحور، وكان بيعدي عليهم والفجر بيأذن وخلاص ما بيكونوش اتسحروا، فقام هو بالمهمه دي وتطوع ان هو ينزل سيرا على الأقدام ليوقظ الناس عشان يتسحروا. وكان بيمشي سيرا على الأقدام من أول مدينة العسكر لحد مسجد عمر بن العاص في الفسطاط. وبعد كده في عصر الدولة الفاطمية خلوا بقى الجنود هم اللي يقوموا بالمهمة دي، وبعد كده عينوا رجل يعرف بالمسحراتي كان بيمسك عصا يخبط على ابواب البيوت عشان الناس تقوم تسحر، وكان بيأمروهم قبل كده ان هم يناموا من بعد التراويح مباشره عشان لما الراجل يجي يخبط يصحوا ويتسحروا قبل موعد الامساك. التلفزيون المصري خلد هذه الظاهره ليعتبر تراث من شهر رمضان المبارك عن طريق الفنان الراحل سيد مكاوي بالتعاون مع الشاعر فؤاد حداد لتقديم تلك الشخصية التراثية المعبرة عن شهر رمضان المبارك.